مضطر ودي في الله أكبر يا موطني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا اهلا وسهلا، شخباركم؟ ان شاء الله طيبين، ربي يحفظكم ويسعدكم دنيا واخرة، قولوا امين. طبعا يا جماعة الخير، اليوم الوطني، كل عام وانتم بخير، كل عام والوطن بخير كلهم، ان شاء الله وطننا يخش الجنة. ايش بك انت تجيب من اول يوم العيد؟ طبعا يا جماعة الخير، اليوم بما انه بمناسبة اليوم الوطني هناكل كل شيء، اي شيء اخضر ناكله، عشب، خس، اي حاجة، خمر، شجر. فاليوم ان شاء الله حنجرب مأكولات باللون الأخضر، يعني أي شيء باللون الأخضر، حتى لو كيس لونه أخضر. وكمان حنجرب عروض اليوم الوطني، نشوف أي مطعم عندهم عروض، حنشوف العروض اللي عندهم ونجربها. أنت جاهز يا مشعل؟ قدام إلى الأمام، مرة صح؟ ليتس جو، حنخش 200,000، حنخش 200,000 إن شاء الله، كلكم سووا سبسكرايب وليتس جو. يلا يا حبيبي يلا. يلا يلا بناخذ اي شيء اخضر. هذا عادي اخضر، نبغى شيء اخضر. شوف هذا اخضر، والله في اشياء كثيره خضره، ما ادري بس يمدينا ناكل احنا. عندهم يخضر بس لازم البيت نطبخه في البيت، نبغى شيء جاهز احنا. هذا اخضر، شيله. ايوه جيب هذا. الى الان اخذنا كل شيء اخضر. ويا هلا وغلا وكرتون حلا. دقيقة، اليوم ما في خبز ليس يطلع كويس. اليوم انا ما ادري، دخلت البقالة انا ومشعل يا عيال واخذنا اللي شفنا، اي شيء اخضر اخذناه. شن ما ندري ايش الهرجة، اي شيء اخضر جيب. اصلا قعدنا نلف البقالة نص ساعة ما حنا لقيه. نطالع لبن، نقول لبن ايش نسوي، تسالي اخضر، ليز اخضر، بطاطس اخضر، هذا ما ادري ايش، راجا اخضر، روتز اخضر. اخيرا سوى انجاز. هذا يقول مشعل قال لي علك، ما ادري عاد شو علك. اخضر لوزين تفاح، عصير ظالم، عصير كيوي اخضر. طب ايش جاب اللوزين تفاح؟ انا ما همني تفاح داخله احمر، اهم شيء اخضر، الكيس اخضر. سفن اخضر. اوه الزبده. وين تبغى نخش اول شيء؟ انا صراحه محتار. بسم الله، لوزين اول شيء، بعدين نخش البطاطس. بسم الله يا جماعة خير، أبغى الكومنتات كله أخضر، أبغى القلب أخضر في الكومنتات، أبغى الكومنت يوصل 2,000,000، 3,000,000 كومنت، مشاهدة المقطع يوصل 40,000,000. ما بقى زعل 200,000. أنتم دائما تقولون عدنان ليش ما تنزل؟ والله العظيم لا أنزل كل يوم، بس أنتم وصلونا 500,000 1,000,000. ما حنا قاعدين نشوف حماس. إندومي أخضر. والله من دومي. والله كنا بناخذ إندومي، بس فكرنا إنه إن شاء الله حنسوي حلقة ثانية أفضل. يا جماعة بعد هذا حنجرب عرض يوم الوطني. كنت بتاخذ لبن؟ اي والله كنت باخذ لبن. طيب. لبن اخضر. تخيل لبن مع بطاطس. اوه البطن يقول كاي. هاخش في البطاطس الاخضر. اول مرة جاي تخيل اجرب التسالي هذا. والله التسالي نوع غريب، كمون وليمون. بمناسبة اليوم الوطني هناك عروض ب 91 ريال فقط. اللي وزنه 91 وطوله 91. احنا دخلنا البقالة، اقسم بالله بغيت اخذ شامبو. طيب هنا في بطاطس اسمه راجا، صراحة اول مرة في حياتي يمر عليها البطاطس. ها اول مرة بغيت. والله اول مرة. بسم الله نجرب. والله غريب شكله، زي زي المعكرونة. اسمع اجل انت ما درس. والله زي المعكرونة، والله اول مرة يمر علي. والله من زمان اكله. يا زي ما قلت لكم، ها كومنتات كله اخضر. ها هنخش اخر شيء في ليز، عشان تعرفون اني جعان اكل كل بطاطسات، انا ما اكلت غير بطاطس. امسك عصير اخضر. واذا نكهه تبون نصور مقطع واذا نكهه. والله عصير غريب صراحه. كيوي سوقة. والله طعمه غريب صح. والله طعم صراحه، والله ترى اول مره اشربه، اقسم بالله انا ترى ما اشرب غير فواكه مشكله ودناو احيانا دناو. هذا يا علك اخضر، بس ما ادري كيف طريقته. نشوف طريقته، نعطيك اياها قطن. شوفه بس لا تكثر، لا تاخذ كثير، لانه ترى مره شيء بسيط وثقيل. باخذ شيء بسيط كذا. ها كذا كويس. شوف كذا قطن طلع علك يا عيال، والله ريحته حلوه، مجرد ما يدخل فمك يتحول علك. شوف اذا ما دخل ورق ورق. والله مره ورق.
شفت تقطع زي كذا؟ حماد هات وذنك ها. طيب يا جماعة الخير، الحين حنروح نجرب عرض من ماكدونالدز، عرض يوم الوطني، يعني عرض مخصص في اليوم الوطني. ليتس جو. طبعا يا جماعة هذا هو العرض زي ما انتم شايفين ب 15 ريال، حتى السيارة لونه اخضر يوم الوطني. شايف يا مشعل كيف؟ ويا هلا وغلا، ورجعنا لكم بعرض اليوم الوطني من ماكدونالدز ب 15 ريال يا عيال. خلونا نشوف ايش الوجبات الموجودة وايش الاشياء الموجودة. هذا اول طبق قطع ناجتس دجاج، يا سلام صراحة أنا أحب النقد. نشوف الشيء الثاني، مناديل، بطاطس، أهم حاجة أهم حاجة مدير بطاطس. أوكي، في قطعة خبز، حبتين خبز. أوه هذا الشيء الجديد، تشيكن ماك بايتس، قطع دجاج محمر حراق زي النقتس بس قطع صغيرة. أوه صلصات باللون الأخضر عشان يوم الوطني ولا إيش؟ والله هذا شكله حراق صح. طبعا قطعتين خبز، واحد المشعل واحد ليا، حنجربه زي كذا. ناخذ قطعة خبز وناخذ قطعة نجتس كذا بالخبز ونغمسه. والله صراحة اشوفه عرض حلو بس يكفي لشخص واحد مو شخصين. قطع نجتس مع الصوصات، بسم الله. يلا خش عدش. تشيكن مايك بايت طبعا حراق حرارة. والله يا جماعة مرة حارة. شايفين يا جماعة الخير قطع ماك بايت، قطع صغيرة بس والله حرارة، أحمر لونه أحمر، اللي يحب الحار يطلبه. أبجربه يا مشعل مع الصوص. والله مرة حار. والله لازم مشروب مع تشيكن بايت. بس يا جماعة لأول مرة صارت في ماكدونالدز إنه يعطونك قطع خبز بدون برجر. على أنه عيش. على أنه عيش، عجبني والله. واخر شيء ان شاء الله نختمها بالبطاطس. يا جماعه زي ما قلت لكم ابغى الكومنتات كله اخضر في اخضر. هذا حلو بس ايش حار بزياده. حراره يا مدير. نخش في البطاطس يا عيال. اليوم ما في خبز ليز، برد على قلبك يا بوي. قيمة الوجبة 15 ريال للفرد الواحد. وبكذا يا جماعة الخير يكون وصلنا نهاية المقطع، اتمنى المقطع نال اعجابكم. لا تنسون اهم شيء اللايك، اللايك والسبسكرايب، فعل جرس المنبه واكتب اي شيء تحت حلو زين. اهم شيء يا عيال جرس المنبه عشان كل ما ننزل مقاطع انتم لازم تشتركون في القناة كلكم، يعني 200 قربنا ال 200 الف مشترك، المشاهدات واللايكات لازم تكون اقل شيء 10000. والله جماعة الخير ترى والله ما بقي لنا شيء 200 الف، خلونا عشان نوصل نص مليون ومليون يا عيال. سلام قفل كمان حنان.